الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر، حيث يعقد اللقاء الدعوي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. تأتي هذه اللقاءات الطيبة سنة حسنة استنتها وزارة الأوقاف في إطار الوعي والتثقيف والتواصل مع جموع المسلمين في أرجاء مصر. الحضور الكرام، هذا اللقاء الطيب المبارك تحت عنوان بر الوالدين. معنا من علمائنا خلال هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ البلاغة والأدب النقدي بجامعة الأزهر، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة. ومعنا قارئاً القارئ الشيخ ماهر الفرماوي، ومبتهلاً المبتهل الشيخ ضياء الناظر. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من علماء وأئمة وزارة الأوقاف، الدكتور منتصف عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات بمديرية القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة أوقاف شرق بمدينة نصر، والشيخ فتح الجهري مفتش المساجد بشرق مدينة نصر. ونتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمود الأبيدي إمام هذا البيت العامر، وإلى مجلس إدارة هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى برئاسة اللواء وحيد فكري. الحضور الكرام، بر الوالدين من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعة الوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن سبحانه شكره بشكر الوالدين، فقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من الشيخ ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى فلا تقل لهما
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشيطان لربه كفور.
حكى وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ ماهر الفرماوي في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاما للأسبوع الدعوي والذي أقامته وزارة الأوقاف في هذا البيت العامر مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان بر الوالدين. سئل الحسن البصري: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمرك به إلا أن تكون معصية. الحضور الكرام، ننتقل من روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 100,000 فرج قريب،
نعم، جئنا الجمع الطيب المبارك من أهل مصر، أهل مصر الطيبة، كنانة الله في أرضه، ذي قيل عنها في الأثر: من أرادها بسوء قصمه الله. فمصر محفوظة بإذن الله تعالى بعلمائها الذين جابوا الأرض العربية والإسلامية ينشرون الهدي النبوي والفكر الإسلامي الوسطي في أصقاع الدنيا. إذا سرت في أي مكان في بلاد الغرب، في بلاد الإسلام، وجدت العمامة، هذه العمامة التي تشع نورا وكأنها تمتد بحبل وريد من السماء، فهؤلاء جميعا أخذوا على عاتقهم أن يبلغوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققوا بالفعل البلاغ، فجزاهم الله عنا كل خير. وأخص بالذكر أكابر علماء الأوقاف الذين أشعلوا النور في مصر في هذه الأيام، أنوار تتلألأ في مساجد مصر، ما بين ندوات وما بين ندوة للرأي، وما بين ابتهالات وما بين مثقفات إسلامية ومثقفات ومسابقات بين الكبار وبين الصغار وواعظات أيضا، فالحمد لله رب العالمين. فمصر بفضل الله تعالى فرت إلى الله سبحانه وتعالى، وما دمنا جئنا إلى هنا فقد ترجمنا الفرار إلى الله، فجئنا جميعا إلى هنا نلوذ بالعظيم بالكريم بالعاطي الوهاب بالستير سبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاقنا، فالحمد لله مطعمنا وساقينا وآوينا وكافينا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الساحة المباركة أتقدم بالشكر لجميع علماء هذه الإدارة الطيبة كل باسمهم، والشكر لمعالي الدكتور محمد مختار جمعة، وأنا لست من رجالات الأوقاف، وكان لي الشرف أن أكون من خدامهم، فبدء دراستي في الجامعة حينما تخرجت في كلية اللغة العربية، ذهبت إليهم أحمل كل آمالي أن أكون خطيبا في وزارة الأوقاف، لكنهم بادروني عندنا في الشرقية وقالوا: أنت لغة عربية، آتنا بخريج درس في كلية أصول الدين وتعمل معه بديلا لذلك. وكان من يومنا التعيين يأتي لنا تكليف، وخابت الظنون، لكنني لم أترك الدعوة بفضل الله تعالى، فأدعو على قدر استطاعتي في أفريقيا، في ماليزيا، في أندونيسيا، في المملكة العربية السعودية، في الأرض الشقيق، في كل مكان، حتى في الأوبرا، وأنا تخصصي في النقد الأدبي، حينما أذهب في رمضان لندوات النقد الأدبي بدون أن أكمل نفسي أو بدون أن أسوق نفسي، أجدني في رحاب الكلمة الطيبة، الأدب الإسلامي، الشعر الإسلامي، الكلمة الطيبة. حتى بادرني يوما شاعر وقال لي: يا أستاذ، أنت تتكلم عن عنترة بن شداد، فأنا أراك ذهبت إلى الإمام الحسين. فقلت له: إن لم تصمت فسوف تجد نفسك بإذن الله تعالى في رحاب السيدة نفيسة أو السيدة زينب. وابتسم الرجل
لأننا عندنا هذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضعفه بعض أئمة الحديث، ما وصف لي أعرابي قط أحببت أن أراه إلا عنترة بن شداد. أتدرون لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي لم يعرف له رب في تلك الفترة، فهو من أهل الفطرة في الجاهلية، ومع ذلك انظروا، جئنا إلى هنا لنطبق مثل هذه الحقوق التقوى، وننتقل إلى بر الوالدين في عجالة شديدة. لكنني آثرت أن أقول لكم مثل هذا الخبر. عنترة بن شداد كان هذا الشاعر الجاهلي الحبشي الأسود اللون، لكنه يمتلك قلبا أبيضا عامرا بالأخلاق، لأن حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في حديثه معنا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأرض العربية كانت تحفل بالأخلاق، أرض سوف تستقبل نورا أبديا هو النور المحمدي، فكان لابد أن تهيئ هذه الأرض. كانت تهيئ بالأصوات البيانية والبلاغية التي رأيناها في قارئنا الليلة في المغرب، أخذنا في سورة الفرقان، والله أبكانا ونحن نصلي. شيخ ماهر لأول مرة أراه وأشرف به، فهو ماهر حقا بالقرآن، ليعلم وليرى العالم عن بكرة أبيه هذه الأصوات القرآنية التي تخرج من مصر. كان عنترة بن شداد يواري نظره بعيدا عن جيرانه وعن جارته حينما تظهر له. النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذه الأخلاق: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شبابنا اليوم لماذا تتلصص على محارم الله؟ من نظر ينظر إليه، ودق دب بدقة لو زدنا لزاد السقف. أنت تنظر، وهكذا لا بد أن تعي هذه خلاصة هذا الكلام لنصل إلى موضوعنا. جينا اليوم لنعلن أننا في رحاب الله وفي رحاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لنرد الحقوق إلى أصحابها، فكلنا عليه حق، بل حقوق لآبائنا وأمهاتنا. ولتصل هذه الرسالة وليصل هذا الحق، لا بد أن يكون قلبك عامرا بالتقوى، لا بد أن تكون عليما بأن الله يراك، لا بد أن تكون منفذا لهذا الباب الواسع من المغفرة. هذا باب عظيم، بر الوالدين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات الكريمات وهذا الهدي القرآني، كلنا يعلم سر وخلاصة هذا البيان القرآني. القرآن الذي استمع له الوليد بن المغيرة وبهر به وهو على رأس الكفر، قل والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كتابكم لا نخشى عليه، فقد تكفل الله بحفظه. وهذا نبيكم الآن يبدعنا بالبيان النبوي الشريف،
ذلكم الهدي الذي لا بد أن نتبعه حتى يرضى الله عنا في هذه الأيام. الأخوة الأفاضل، الجمع الطيب الكريم، لو توقفنا في عجالة بسيطة عند هذه الآيات الكريمات، وقضى، هذا عندنا فعل في اللغة العربية، قضى ربك، من الذي قضى؟ الله سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا إياه، ولا مكون من أن ولا النافية، أن لا تعبدوا حصل فيها إضغام. أنا أريد أن أقف عند إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا بمعنى الأمر، أمر عليك أن تعلن بالربوبية وبالوحدانية لله سبحانه وتعالى. أجمل ما في هذا الخطاب القرآني، الله سبحانه وتعالى أردف على الفور في وبالوالدين، عطف جميل، وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى حينما أمر بعبادته أمرك في الوقت ذاته أن تكون بارا بوالديك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما، نعدد سويا، لا نفي ناهية، ينهاك الله سبحانه وتعالى لا تقل لهما أف. وأف هذا في اللغة العربية عندنا نعرفها باسم فعل مضارع، المعنى تتضجر، يعني فلا تقل لهما أف، لا تتضجر في كلامك، لا تظهر غضبك أمام والديك، ولا تنهرهما نهي أيضا، وقل لهما قولا كريما. قبل ذلك ينهاك عن قول القبيح لآبائك، وهكذا. ويأتي أيضا واخفض لهما أمر جناح الذل من الرحمة وقل ربي، أيضا أمر. فالآية الكريمة تحفل بالأوامر والنواهي، ينهاك حبيبك وينهاك الله سبحانه وتعالى عن أن تقع في هذه الإساءة. هذه ما نسميها بسوء العاقبة، والعياذ بالله، الذي تكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح رواه أبو هريرة. رغم أنفه، أي التصق أنفه، والأنف عندنا دليل على الكبرياء ودليل على العزة، فخسر وذل من التصق أنفه بعد أن فشل في أن يبر والديه في حياته ولم يدخل الجنة. فهذا هو طريق الجنة الذي لا بد أن نسير في هديه. ووصينا الإنسان أيضا، وقالها أخي الإعلامي الأستاذ محمد، وقف عند هذه الآية، حتى الشكر قرنه الله سبحانه وتعالى، قرن به الوالدين. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا بد أن تعي لفظ الشكر هنا في هذه الآية الكريمة، حتى لا ينطبق عليك هذا الحديث الذي جاء من الأعالي وجاء به جبريل المقدس ونزل على سيد الخلق في حديث المنبر وكلكم تعرفونه، آمين آمين آمين، وهو يصعد منبره صلى الله عليه وسلم. وحينما نزل سئل عن ذلك،
ما سر آمين يا سيدي يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. وكلنا بفضل الله تعالى نشد المئزر في رمضان. ورغم أنف، قل آمين فقلت آمين، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قل آمين قلت آمين. وهنا نتذكر حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وحتى لا نطيل عليكم، فنهاية الحديث وعاقبته الخيرية في الدنيا والآخرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حينما أوقف كل وقته وعبادته على الصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: تكفى همك ويغفر ذنبك. لماذا؟ لماذا نغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص وهو الرؤوف بنا وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا نطيل عليكم، أنا أردت أن أقول لكم هذا الأثر الذي جاء عن الشافعي لأختم به، الإمام الشافعي رضي الله تعالى. لأعلم الجميع هنا وأعلم نفسي، ولله الحمد والمنة كنت بارا بوالدي، وما نحن فيه من خير فهو منهما برضا الله سبحانه وتعالى، لأننا استوعبنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. إذا أردت أن تفوز برضا الله فعليك برضا الوالدين أولا. ولذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه سئل ذات مرة: أيختصم الرجل مع والديه؟ فقال الإمام: لا، ولا حتى مع نعليهما. اليوم إذا نشب خلاف بين علي وبين والده جاء فضيلة الشيخ الدكتور وقال: نصلح الولد على أبوه مش عارف إيه، قول اللي عندك يا ولد، قول لا أنا قلت كذا. يا تخطئ والديك أمام الجميع. أرأيتم الإمام الشافعي؟ ومن هو الإمام الشافعي؟ قل: ولا لا ولا حتى نعليهما، يعني نعل والديك تأخذه وتضعه على الرأس. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأله عن قول الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا. فقال ابن عباس: الإحسان كثير لا أستطيع أن أصفه. نعم الإحسان كثير، نعم، لكنه سئل: فما العقوق إذن؟ عقوق الوالدين. قال ابن عباس وهو حبر الأمة وهو الذي تتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ علمه صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطاير الغبار إلى أبيه كتب عند الله عاقا. يا لطيف، الغبار لو أتيت ونفضت ثوبك وأنت قادم من عملك وتطاير هذا الغبار على والدك، اعلم أنك قد وقعت في عقوق الوالدين، أعاذنا الله من هذا. عن أنس ابن النضر الأشجعي رضي الله تعالى عنه يقول: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي. ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فذهب فجاءها بشربة ماء فوجدها وقد ذهب بها النوم، فثبت بالشربة وتوقف عند رأسها حتى الصباح،
من منا يفعل ذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر بالوالدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يغافك ولا يرحمنا يا عزيز الجبار. اللهم احفظ مصر واهلها وسائر بلاد المسلمين، واجعلها دار امن وامان، سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل رزقها في غرسها، اللهم اجعل رزقها في غرسها، اللهم اجعل رزقها في غرسها وفي فكر أبنائها وعلمائها يا رب العالمين. احفظ مصر يا رب من كل بلاء، وفرج الهم والكرب عنا يا أكرم الأكرمين في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رجب، هذا الشهر العظيم الذي يعني لا بد أن نقف كثيرا في هذه الأيام الطيبة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة الثرية ضمن هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد تحت عنوان بر الوالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين سبب للبركة في الأرزاق والبركة في الأعمار. من أراد أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وإن الوالدين هما أصل كل الأرحام. بر الوالدين سبب في تفريج الكروب وإزالة الهموم، كما حدث مع الثلاثة الذين أواهم الغار إلى المبيت، فدعا كل منهما بدعوة أو بعمل صالح، فكان من عمل أحدهما من عمل أحدهم أنه كان بارا بوالديه. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة. توفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة. أما بعد، بداية أشكر المنصة الكريمة وعلى رأسها سعادة الأستاذ الدكتور علي مطاوع أستاذ البلاغة والنقد على ما قدم وأدلى في بر الوالدين، وأسأل الله جل وعلا أن يمتع الجميع بعلمه وفقهه في الدين. وأما عن موضوعنا بر الوالدين فأنطلق انطلاقة قد يستغرب لها البعض، سأقف ثلاث وقفات مع آيات القرآن الكريم. الوقفة الأولى هتلاقي ثلاث آيات في القرآن الكريم في بر الوالدين. الآية الأولى تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. خد بالك. الآية الثانية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الأولانية بتقول إحسانا، والثانية قالت يا جماعة حسنا. الوقفة الثالثة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ما فيهاش لا حسنا ولا إحسانا. هنا لابد المؤمن، لأن القرآن كل حرف في مكانه، تنزيل من عند رب العالمين الحكيم الخبير. الحاصل في بر الوالدين: كفاك حديث المصطفى محمد أن يدعو سيدنا جبريل ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الداعي جبريل، والذي يؤمن على الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخل الجنة، فيقول للنبي محمد قل آمين فيقول رسول الله آمين. متخيل معي الموضوع؟ جبريل يدعو ورسول الله يؤمن، فالمسألة كبيرة. هنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حينما يكون الأب والأم شابين عندهما القدرة على خدمة أنفسهما، عندهما القدرة على القيام والحركة وأخذ القرار والأكل والشرب واللبس، عندما يكون عندهما القدرة والصحة والعافية، فيقول الله جل وعلا لك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. طيب كبروا وامتد بهم الكبر وأصبحت الحركة بطيئة وأصبح الأمر صعب عليهما، فيقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. زود المسألة حبة، لأن زيادة البنية في الكلمة تدل على زيادة المعنى. ما دام زاد في بنية الكلمة يبقى زيادة فين يا جماعة؟ في المعنى. كأن ربنا بيقول لك زود الإحسان، الإحسان ده محتاج يبقى أكتر من الأولاني حبة، عشان كده يزود لي هنا إحسانا. طب والآية الثالثة يا مولانا؟ ووصينا الإنسان بوالديه حينما يصل الأب والأم إلى أرض العمر، لا يقدر يتحرك ولا يقدر يقاوم ولا يقدر يلبس لوحده ولا يقدر يقوم بمتطلبات الحياة بمفرده، فيقول لك جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه ويتركها لك لإنسانيتك، افعل ما تقدر عليه مطلقا. شوف القرآن وتعبيراته، كأن مراحل الحياة في الأبوين مراعاة في القرآن الكريم. ده الوقفة الأولى اللي عاوز المسلم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوقفة دي تستدعيه وتسترعي انتباهك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع رجلا يقرأ القرآن، فقال من هذا؟ فقيل حارثة بن النعمان من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما عمله؟ قالوا كان بارا بأبويه. الله الله، متخيلين الموضوع؟ الوقفة الثانية اللي عاوزك توقف معاها، ربك ذكرها لك في القرآن مثال وعبرة عجيبة لكل مؤمن، عشان ما يقولش أبويا من الجيل اللي ورا، أبويا فكره رجعي، أبويا مش فاهم التحضر، أبويا ده مش ماشي على أفكاري، أبويا لا مختلف معاه كلية. ربك يذكر لك مثال في القرآن عجيب وفريد مع سيدنا الخليل إبراهيم وأبيه. سيدنا الخليل إبراهيم كما يقول العلماء يصنع رجالا يعبدون الله، وأبوه يصنع أوثانا وأصناما تعبد من دون الله. متخيلين النقدين؟ هذا يريد من البشرية أن تسجد لربها، وهذا يريد من البشرية أن تسجد للأصنام والأوثان، والإثنان يأويهما مبيت واحد وسقف واحد وبيت واحد. ربك يقول لك ايه في القرآن؟ يقول لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، اذكر يا محمد لأمتك الخليل إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان
إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا. ربك بذكر لك حوار بين أب كافر وابن مؤمن، بقول لك خد بالك الاثنين هم عشان تبقى عبرة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك سيدنا الخليل إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي، بتاء التعظيم والتبجيل والتوقير. يا الله، تاء التعظيم والتبجيل والتوقير، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. السؤال يا جماعة، لما تسأل واحد معناه ان انت بتقول له انت انسان راقي وعاقل، لانه لا يسأل الا العاقل، فالمجنون لا يسأل. لو انت رايح طريق هتسأل رجل عاقل ولا مجنون؟ هتسأل رجل عاقل. فحينما يسأل إبراهيم عليه السلام أباه ويقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، كأنه يحترم عقله ويقول أرى فيك عقلا راقيا وفكرا ساميا، فلما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم يستجب أبوه لتلك المقولة، حيتركه أبدا، بل لما لم يأتيه من ناحية العقل جاءه من ناحية العلم، وقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما استجبش يا جماعة، يتركه أبدا. فأتاه من ناحية الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فلم يستجب. فأتاه من ناحية العذاب، واسمع لروعة القرآن حينما يصور خطاب الخليل إبراهيم لأبيه فيقول يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ولم يقل من المنتقم ولا من الجبار ولا من المعاقب، وإنما قال من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر لرد الأب بقت، قال أراغب أنت، أنت هنا للتحقير، يحقر ابنه، أراغب أنت عن آلهتي، وأضاف الآلهة لنفسه كأنه بيقول دي حياتي، دي كل حاجة بالنسبة لي. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف كم عقوبة، ومع ذلك يقول له الابن تعليما لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهنا درس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أطع أباك، عش مع أبيك وأمك، كن إنسانا قويا منفذا لتكاليف وتعاليم رب العالمين. أختم بالوقفة الثالثة على عجالة سريعة، وهي كما تعلمنا من أساتذة اللغة العربية أن هناك قضية التغليب في اللغة. إيه قضية التغليب دي يا مولانا؟ خد بالك، حينما أقول لك ما حال والدك، الجميع ينصرف ذهنه، ينصرف الذهن عنده إلى من؟ إلى الأب، فيقول والدي بخير حال، مع أن والد في اللغة اسم فاعل من الولادة، والتي تلد هي الأم مش الأب، متخيلين معايا؟ فهناك عندنا خطأ شائع في اللغة، خطأ عرفي. إيه اللي حاصل؟ شوف القرآن الكريم بقى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما جه في الأب قال وعلى المولود له، وعلى المولود له مش الوالد، وعلى المولود له اللي هو نولد له. فأنت تخطئ
والقرآن لا يخطئ. تقول لي يا مولانا طب ما هو في بر الوالدين التغليب يا جماعة، من يستحق برا أكثر هي الأم وهي الوالدة، فدخل الأب معها تغليبا. من يأتي بالمال أكثر هو الأب، فتدخل الأم معه تغليبا في الميراث، في قوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أردت أن أقف في عجالة سريعة تلك الوقفات الثلاث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي بعنوان بر الوالدين. البر كلمة مشتقة من اسم الله عز وجل، فمن أسمائه سبحانه كما أخبر القرآن الكريم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر اسم جامع لكل خصال الخير، يعني العطاء ويعني الإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه شاب يسأله الجهاد في سبيل الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد. الآن الحضور الكرام، مع الابتهالات والأدعيات الدينية والتي نستمع إليها من فضيلة الشيخ ضياء الناظر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واستر أعراضنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أستغفر الله العظيم حياة من الله العظيم من كل ذنب صغير أو عظيم حديث أو قديم بقصد وبغير قصد وأتوب إليه توبة من أقر فقبلته وندمه فأسعدته برضوانك يا أكرم الأكرمين يا حظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة مرين، فكلك عورات وللناس ألسن وعينك
إليك إن أبدت إليك مساوٍ وعينك إن أبدت إليك مساوئاً فصمها وقل لعينه للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن نسمات الشوق تنادي نحو حبيبي وقرة عيني والله إني مشتاق والشوق منه يناديني بالدمع أناديك إلهي بالدمع أناديك إلهي في الصالحين ترقيني وإلى الإحسان فسيرنا رضاك سبيلي ويقيني ولحسن الخلق فخذ بيدي فهو المأوى كي يعليني وإلى الإحسان فسيرنا فرضاك سبيلي ويقيني ومع الغادي رب احشرنا واجعله شفيعي وضميني. نصلي على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. كمن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. سيدي جميل صلوا عليه له جميل سيدي جميل له جميل يفوق نجما يفوق شمسا والشمس جزء من نور محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رضا فيك تيلي يا رضا فيك تجلي من العلالي نازل تملي يا رضا يا
زلت ملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله. صلى الله على محمد سيدي جميل له جبين يفوق نجما يفوق شمسا يفوق نجما والنجم جزء من نور محمد صلى الله على محمد في بقعة من بقاع الأرض طائرة زكت جبالا وصحراء ووديانا بنى الخليل عليها البيت هاتفة فيه الملائكة بسم الله مولانا في ظله سيدتي أنجبت نجما أنجبت نجما فأنجبت خير خلق الله إنسانا. سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وهكذا الحضور الكرام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر، نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي كان ختاما للأسبوع الدعوي الثقافي الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر. في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الوهاب مطاوع أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وإلى فضيلة الشيخ ماهر الفرماوي الذي كان معنا قارئا، وإلى فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر الذي كان معنا مبتهلا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك. ونتوجه بالشكر إلى علماء ورجالات وزارة الأوقاف وإلى القائمين على أمر هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.